والله يعني لجنة الشباب والرياضة هي في تشكيلها الجديد حاجة قيمة، اللجنة يعني كيانات محترمة جدا. شايف إن دي هتعود بالنفع الرياضة المصرية. شايف إن رئيس اللجنة الدكتور محمود حسين خبرة كبيرة جدا، سنين طويلة موجود في اللجنة، وإن شاء الله يكون في الظل موجود نجم الكورة رئيس اللجنة كابتن حسام غالي، قيمة رياضية وكيان محترم موجود، نائب سامر وكيل في اللجنة، فأنا شايف كيانات محترمة، موجود كابتن حازم إمام، موجود أستاذ عمرو السنباطي، موجود منصور السيد، بصراحة يعني رموز في اللجنة تخلي الواحد حاسس إن اللجنة هيبقى شغلها اللي جاي مختلف تماما، وده هينعكس على الرياضة في مصر إن شاء الله بإذن الله. فيا رب أتمنى التوفيق، وأتمنى التوفيق للجنة، وأنا شرف لي أكون، أنا كنت 5 سنين قبل كده عضو في لجنة الشباب والرياضة، إن شاء الله أكمل في اللجنة ال5 سنين دي. كلنا واحد، ما عندناش مناصب وكلام من ده، طول عمر أسرة الشباب والرياضة في اللجنة. في الدورة اللي فاتت واللي احنا موجودين فيها بتتعامل كأسرة للرياضة المصرية. إن شاء الله الناس هتشوف والوسط الرياضي هيشوف شكل مميز للجنة، لأن أنا شفت أعضاء اللجنة 27 عضو في اللجنة، كلهم رؤساء أندية، أمناء شباب محافظات، حاجة يعني حاجة كلهم يعني يسروا وإسراء للحياة الرياضية في مصر إن شاء الله بإذن الله من خلال لجنة الشباب الرياضي. شكرا مع النائب. شكرا.